بعض الدروسي او بعض الابحاث الدروسي لحلول مشاكل في الامراض الوراثيه اللي بتصيب بعض الناس، سواء عن طريق النقل الجيني او يعني نقل المورثات نتيجه الاجيال. زي ما احنا عارفين موضوع زواج القرايب او بعض الامراض اللي بتكون موجوده في شجر او في متاصله في العيله معينه، فبيبدا تتنقل. التشخيص المبكر ده بيبقى مهم جدا، بنقدر نشخص او يبقى في